بسم الله نبدأ، وعلى رسوله نصلي ونسلم، ثم نقول: التهنئة الخالصة المخلصة لعيد الحج المبارك. عيد الحج ليس كما يعتاد المسلمون، كما اعتاد المسلمون أن يحتفلوا به 3 أيام. عيد الحج يبدأ بما قسم الله في كتابه العزيز وقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، أي أن كل أيام الحج 10 زائدا أيام التشريق 3 كلها عيد. فما أجمل هذا العيد الممتد ل13 يوما، ويكون فيه القسم الإلهي بالفجر. ما الفجر؟ الفجر هو مجرد طلوع الفجر في صفحات السماء. الفجر معنى كبير، الفجر تفجير للخيرات، تفجير للبركات، تفجير للرحمات. والفجر إشراقة للنور، فالنور هو ديدن هذه الأيام. فهناك يوم عرفة، يوم تتنزل فيه الرحمات، ويفاخر الله بعباده المجتمعين على صعيد عرفة، ويتباهى بذلك أمام ملائكته، ثم ينظر إلى قلوب البشر في ذلك الجمع، ويقول للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا، أنني غفرت لكل الجمع من أجله. يا لعظمة الله، يتوصل إلى القلب الخالص المخلص المؤمن الموقن بوجوده، ثم يغفر من أجل ذلك الشخص المقرب لعباده جميعا. الكل في خشوع، والكل في خضوع، والكل في تأمل، إلا أن هناك التأملات والخضوع والخشوع درجات لا تعد ولا تحصى. فإذا الله سبحانه وتعالى أقسم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ما معنى الشفع والوتر هنا؟ هل هي صلاة الشفع والوتر؟ لا والله، إنها الشفع أي الأكثر من الواحد،